في الجزائر دائما باشرت جمعية العلوم والثقافة بولاية بجاية برنامج الإعانات المقدم للعائلات المعوزة تحسبا للدخول المدرسي المقبل من خلال توزيع أكثر من 5000 محفظة. برنامج الجمعية التكافلي سيمس جميع البلديات بالولاية. المراسلة لتوفيق بن يحيى. On a mal les préparations de col madrasé هذا العام. On a préparé environ 5000 محفظة يعني باللوازم نتاعها باش نقدموها للطلبة المقبلين الدخول المدرسي العام هذا. كما راكم تشوفوا هي كما يقولوا عبارة عن هدايا للطلبة هذو اللي رايحين يقراوا إن شاء الله. المؤسسة قامت يعني بمساعدة جميع الطلبة المقبلين على العام هذا للدراسة، وإن شاء الله تلحق الأمانة لمولاها إن شاء الله. نحن الآن متواجدين في مؤسسة بجاية للعلوم والثقافة، استدعينا من طرف هذه الجمعية لتسليم محابب أو استلام محابب لتلاميذ المتمدرسين في جمعيتنا، جمعية سيدي ثباتي لتعليم القرآن الكريم. ونحن نشكر هذه الجمعية، نشكرها جزيل الشكر على هذه المساهمة. السلام عليكم. مثلا نسد المؤسسة بجاية للثقافة والعلوم، نسد ناوي كرطبنا القصر، نوزع شوي كرطبنا خير الواشول إثدرين نتوشي يتواتوشين شوية دي ناس تمسيها بريدا يعدان. نستخفف شوية في مولانس العباد نتواتوشين مليح دينا.